إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. التحكيمي الذي يدير هذه المقابلة بقيادة محسن السردي، خالد أيت السديد، وزين العابدين بن بافا. إذا هنا حمزة الفارق وأيضا ياسين قبة في غرفة الفار. الحكمان اللذان سيعملان من أجل المساعدة ديال 30 نقطة، فيما فريق الفريق شباب محمدية الرتبة الملفت رفقة فريق تحت ورقة تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية ومباشرة إلى خارج الخط. أهداف قلت بأن شباب محمدية فريق تحت ورقة، الفريقان معنا اللذان يخوضان غمار هذه. كترجع مرة أخرى عملية هجومية، فرصة ديال التصويب الآن، تصويبة جميلة جميلة جدا، كرة نفذت بإحكام، إنزال هذه الكرة بسلاسة برؤية. تمريرة جانبية، كرة لا تزال على مستوى خطر أمامي، خروج الحارس في الوقت المناسب، إنقاذ الموقف، إبعاد الخطر، وإيجاد بالزاوية، تنفذ داخل منطقة الجزاء. رأسية، عملية هجومية لإنزال التحضير، البحث عن التصويب، غيبة التصويب أمام التغطية الدفاعية التي تأتي لتنقذ الموقف وتبقي خط الوسط ضيعة. عملية هجومية، تدخل يقول الحكم، مخالفة مخالفة لصالح فريق اتحاد تواركا، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس، تصويبة مرة ثانية، تصويبة ممتازة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، أبرز المحاولات التهديفية في مباراة اليوم. يظهر على أنه في هذه اللقطة كان هنالك بعض المباريات تأتيك فرصة بهذا الشكل ولكن تضيع، وفي مباراة أخرى من أنصاف الفرص ومن محاولة لا تعتقد بتات. تنفذ داخل منطقة الجزاء، رأسية، تحضير، انسلال ممتاز، هذا انسلال، تحضير، لكن تصويبة ضعيفة ضعيفة تماما إلى خارج الخط. الكرة من جديد، تحضير إلى خارج الخط، ولكن قبل ذلك هنالك صف البحث عن التصويب من جانب حناش مرة ثانية. تصويبة جميلة، تصويبة جميلة مرت بالمحادثة القائم الأيمن سفيان أحناش على الصورة، محاولة ديالو، نزل الكرة بهدات، ضربة مقص هوائية لكن لم تكتمل على اعتبار أن هنالك تدخل. مرة ثانية كتجي نفس الطريقة نفس الأسلوب على مستوى التعامل مع الكرة، تمرير عرضي جانبي، كرة تنفذ من جانب فريق اتحاد تواركا داخل منطقة الجزاء، ومباشرة صوب الحارس، كان سقوط على أرضية الملعب. الحكم كيقول وصل اللاعب، يستمر المشوار، كرة عند اللاعبين ديال فريق شباب محمد وصاحب الحلول في الخط الأمامي، تصويبة ممتازة، الحارس في المكان السليم يتمكن من إيقاف هذه الكرة، التصويبة عن بعد، حل من الحلول وآخر الحلول. أشرف برقي، تمريرة في العمق، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة العرضية الجانبية والمحاولة اللي كان بإمكانها أن تحسب الكرات اللي ممكن أن تجي داخل منطقة الجزاء بهذا الشكل، تصويبة ممتازة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، توفيق توفيق بن ثانية لصالح فريق اتحاد تواركا، تصويبة لكن تدخل، وانه الاهداف تغيير ساعه، ولكن هناك محاولات، هناك رغبه بالوصول الى مرمى كل من الحارس سفيان برحو، ايضا مرمى الحارس رضا اسمامه. سجل هدف وحيد لفريق اتحاد تواركا اللاعب توفيق بن طيب، كره الى خارج الخط الخلفي ملعب الزاويه، مروان افلاح اللي دخل مكان توفيق الصفصافي، المطلوب هنا تمريرة داخل منطقة الجزاء، الإنزال، التمرير العرضي، بعد ذلك إبعاد الخطر من جانب الخط الدفاعي، يظهر على أن هناك سوء تفاهم. تمريرة ممتازة هذه داخل منطقة الجزاء، الحارس أقرب يتمكن، لم يتم استثمارها على النحو الأمثل إلى خارج، وحده يبحث عن الحلول. إسماعيل، هذه جيدة لفريق اتحاد تروقي، تصويبة ممتازة
بالمحادثة من القائم الأيسر الحارس سفيان برحو. الطريقة ديال التصويب هي اللي خلات أن الكرة الماضية أنها تكسب اسم سابق في فريق ستار المغربي. تصويب هدف، هدف أول لصالح فريق تيحات ورقة في محاولة لإنهاء هذا الشوط الأول على الأقل بتقدم. معاد الضحك الذي يضحك كل من يريد أن يشاهد الفرصة الجميلة الرائعة، ولكل من يريد أن ينصر فريق لاعبين ديال فريق شباب محمدي وخاصة الحارس سفيان برحو. الآن شوفوا بأنه معاد، نعم معاد أفرح المنصر للفريق اللي كيبحث باش أنه يستفد من مجريات هذه المقابلة ومن الأداء ديالها في هذا الشوط الثاني. وكنشوفوا الطريقة ديال التعامل مع هذه الكرة اللي خرجت محبي الفريقين. كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء، ضاغطين بقوة عناصر شباب المحمدية مع انطلاقة هذا الحلول في الخط الهجومي. هنا فرصة داخل منطقة الجزاء، محاولة كانت جميلة فريق تيحات ورقة، هذه محاولة ديال التمرير بعيدة تماما إلى خارج خط الخلفي للملعب عند اللاعبين ديال فريق تيحات ورقة. بسهولة كرة أمامية أقرب الحارس برحو في آخر مطاف كيتمكن من كورتو. تنفذ داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية كانت داخل منطقة الجزاء لكن في غياب الحلول. إذا فرصة داخل منطقة الجزاء، عملية ممتازة للقائم والعارضة الأفقية كانت نوبة الحارس مرة ثانية لصالح فريق تيحات ورقة. الأقرب للتسجيل، الأقرب للتسجيل، حاولت الوصول الكرة تأخر الحارس وصول الكرة. الحل كيف سيكون لهذه المحاولات؟ تنفاد مباشرة صوب الحارس، مباشرة صوب الحارس هناك. سيتمكن من التنفيذ. إذا احنا شاكر يرفع كرة القائم الأول مستمرة بحتى تصويب، تصويبة بعيدة بعيدة بعيدة، ولو أن الفكرة ذكية وجيدة وفكرة فيها تصويب ومباغة للتعادل مع فريق فتح الرباطي. واحد واحد كسرة من شان فريق تيحات ورقة داخل منطقة الجزاء. محاولة ممتازة والحارس، ثم بعد ذلك هدف، هدف يحتسب، هدف بصورة رائعة، هدف يأتي ليكون من جانب محمد ياسير الزابيري الذي يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الثاني لصالح فريق اتحاد ورقة بأية صورة وبأية كيفية وبأية أسلوب. نعم نعم، كرة جت ممتازة.